مشاهدي قناة سودانية 24 في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وفي حلقة جديدة من صباحات سودانية وصباح يوم الثلاث منتصف الأسبوع يوم 1 نوفمبر بحضور سارة خان. صباح الخير يا سارة. صباح الخير مازن، صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد ويوم سعيد مليان زي ما بنقول دائما تفاؤل وإيجابية، بيقولوا أبدأ يومك سعيد بتكمله سعيد حسب اليوم برضه يعني، بس هو بيقول البدايات بتدي شويه عن بيتمنى لكل المشاهدين ومتابعينا على سودانية 24 برنامجكم صباحات سودانية يوم مليان بكل الحاجات اللي ممكن تكون سعيدة. زي ما متعودين معنا دائما في صباحات سودانية بنبدأ معاكم كل يوم صباح الخير. مشاهدينا صباحات سودانية زي ما متعودين معانا كل يوم بيكون عندنا العديد من الفقرات، الليلة أهم فقراتنا اللي من يهمه الأمر أو كذا رأي، من يهمه الأمر تكون معك أنت سارة، كذا رأي يكون معانا أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الموظفين أو العاملين بيعانوا منها مثلا في طول القعدة أو كذا، الهاشتاج الرئيسي هيكون أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الموظفين أو العاملين، آلام الظهر، آلام العنق أو تدهور النظر. وفي فقرة لمن يهمه الأمر حيكون معانا الليلة قضية العنوسة، وهل هي أكثر عند الرجال ولا عند النساء؟ برضو الهاشتاج نازل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنتمنى تشاركونا بآرائكم. كل يوم ثلاث زي ما أنتم متعودين في صباحات سودانية مسابقة فوتوغرافيا مع مجموعة موبايل فوتوغرافي، الليلة هيكون معنا المسابقة وهنشوف في نهاية الحلقة الليلة منون هيكون فايز معنا، والصور نازلة الآن في الصفحة في سودانية 24 على الفيسبوك، يا ريت كلكم تشاركوا وتصوتوا وتختاروا أكثر صورة عجبتكم من الثلاث صور. صح، وملامحنا السودانية، ملامحنا الحنينة، ملامحنا اللي لما نشوفها بنحس براحة. حنشوف ملامح سودانية وحنرجع نشوف ملامح سودانية. نشوف.
علينا سارة هو يوم 1 نوفمبر وخلاص الشتاء زي ما نقول ابتدى يخش رجل برجل أو حتة بحتة، والليلة شهر نوفمبر يمكن هو بداية الشتاء لحد ما يجي شهر ديسمبر ويكون هي منتصف الشتاء كده أو في ذروة زي ما نقول. صحيح، حتى الليل لو لاحظت بيجي أطول شوية، يعني الليل ماشي بيطول كل فترة عن فترة. يعني خلينا نطلع معاكم نشاهد حالة الطقس في ولاية الخرطوم وجميع ولايات السودان. رجعنا مشاهدينا، وزي ما قلنا الليلة الأول من نوفمبر فريق إعداد صباحة السودانية جهز لنا الأحداث اللي حصلت في الأول من نوفمبر لكن في أعوام سابقة. نمشي نشوفه، نطلع نشوف حدث في مثل هذا اليوم.
وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة أخبار التكنولوجيا، بنسلط عليها الضوء على أهم الأخبار في عالم التكنولوجيا والتطبيقات. وأول خبر معنا يا سارة. أول خبر مشاهدينا بيقول بناء عالم افتراضي لمكان وقوع الجريمة بتقنية 3D. تقوم شرطة ويست ميلاندز في بريطانيا بإجراء مسح ضوئي عن طريق الليزر لبناء عالم افتراضي لمكان وقوع الجريمة، يسمح لها بالاستمرار في التحقيق لفترة طويلة حتى وإن جرى تنظيف المكان الحقيقي ومسح الأدلة. وتستخدم السلطات الأمنية في هذه العملية الكاميرات التي تأخذ الملايين من القياسات الدقيقة لمكان وقوع الجريمة قبل أن تنقل الصور الملتقطة إلى الحاسوب الذي يقوم بدوره بتكوين وبناء صورة ثلاثية الأبعاد لمسرح الحادث. وقال البروفيسور مارك ويليامز الذي يقود فريق الطب الشرعي الرقمي أن الشرطة تجري فحصاً دقيقاً وشاملاً لمسرح الجريمة، كما يمكن لها التحقق من الأدلة البصرية. وأضاف: إذا ادعى أحد الشهود أنه رأى الجريمة يمكننا إثبات وجهة نظره وما شاهده من خلال هذه العملية. وأوضح قائلاً: في مكان عام حيث يوجد موقف للسيارات يمكننا التقاط المشهد والعودة فيما بعد لزيارته مرة أخرى كما لو كان يوم وقعت فيه الجريمة. ويستخدم فريق الطب الشرعي الرقمي التابع لمجموعة التصنيع وارويك ماسحات ضوئية عالية الدقة على غرار تلك الموجودة في المستشفيات، ولكن أقوى بكثير. ممكن أشوف الحاجة دي عندنا؟ أتمنى إنها تكون عمل الحاجة 3D. أفتكر إنها بتستخدم للجرائم الكبيرة أي أكثر. الخبر الثاني معنا: خريطة مباشرة للهجمات الإلكترونية بالعالم لحظة بلحظة. مع اتساع شبكة الإنترنت وتقدم وسائل الاتصالات في كل يوم تزداد الهجمات الإلكترونية دراوة. للتوعية من الخطر الكبير لهذه الهجمات أنشأت شركة حماية إلكترونية خريطة تفاعلية تعرض الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم لحظة بلحظة وبشكل مباشر. وتظهر الخريطة التي طورتها شركة نورس لحماية الإلكترونية تمثيلا رسوميا مذهلا لجزء من الهجمات الإلكترونية التي شهدها العالم بشكل متواصل. وتعرض الخريطة معلومات عن مصدر الهجوم الإلكتروني وهدفه وكذلك النوع المستخدم لشن ذلك الهجوم. وتعبر الخريطة عن تلك الهجمات بخطوط تنطلق من المصدر الهجوم إلى هدفه مع دوائر تحيط بالمصدر والوجهة. في تصريحات سابقة لمجلة نيوزيك قال جيف هاريل نائب رئيس في شركة نورس أن هذه الخريطة هي نتاج للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها أجهزة شركته المتصلة بالإنترنت. وأضاف: نحن نتلقى الضربات الأولى لأجل أن يبقى المستخدمون في أمان. وقد نشرت شركة نورث أكثر من 8 ملايين جهاز استشعار للهجمات الإلكترونية في 50 دولة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لتمثيل الخريطة رقمياً. ولكن رغم غزارة المعلومات في الخريطة فإنها لا تمثل سوى 1% من الهجمات الإلكترونية التي تجرى في العالم كل لحظة، لأن تمثيل تلك الهجمات أمر شبه مستحيل حسب ما ذكر هارل. لسه الإنترنت عالم مليان فيه هجمات فيه ضربات فيه كل حاجة، استراتيجيات جديدة عشان ما يعملوا بها الهجمات دي. عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض. عاد 3 رواد فضاء في ساعة مبكرة من صباح الأحد إلى الأرض قادمين من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز، تاركين وراءهم 3 من زملائهم كانوا قد وصلوا إلى المحطة الأسبوع الماضي فقط. وقال تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن قائد المحطة أناتولي إيفانشين، وهو من وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس، وكيت روبنز من وكالة ناسا، وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ركبوا سويوز وغادروا المحطة في الساعة 35 دقيقة بتوقيت غرينتش يوم الأحد. وهبط الثلاثة في كازاخستان في الساعة 3:58 دقيقة بتوقيت غرينتش في ختام مهمة استمرت 4 أشهر، تضمنت أول استخدام لجهاز لتسلسل الحمض النووي في الفضاء وتجهيز مكان لتوقف سيارات الأجرة الفضائية التجارية القادمة. وسلم إيفانشين قيادة محطة الفضاء لشين كيمبرو رائد الفضاء الأمريكي الذي وصل حديثا. وكان كيمبرو ورائد الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف واندريهو ريسينكو قد وصلوا إلى المحطة في 21 أكتوبر.
يعني في احتمالية نمشي الفضاء قريب. لما أسمع الأخبار دي بحس إنه كأنه فيلم خيال علمي، يعني عارف سيارات يعني الأجرة الفضائية. قربنا نمشي الفضاء إن شاء الله. في آخر خبر معنا، مايكروسوفت تغري عشاق أبل بالدولارات. أشعلت شركة مايكروسوفت الصراع في منافستها عبر شركة أبل بإغراء مستخدمي أجهزة ماك بوك برو وماك بوك إير بمقابل مادي كبير، مكافأة لمن يتوقف عن استخدامها والاعتماد على أجهزة مايكروسوفت عوضا عنها. وعدت مايكروسوفت مستخدمي هذه الأجهزة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ب $650 في حال قرروا الاستغناء عنها واستعمال أجهزة من سيرفس بوك أو سيرفس برو. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه العرض زيارة أحد متاجر مايكروسوفت أو عبر موقعها الإلكتروني. يشار إلى أن مايكروسوفت لديها برامج مقايدة مماثلة لأجهزة أخرى من أبل مثل آيباد وآيفون، وجاء إعلان مايكروسوفت عن هذا العرض خلال مؤتمر الإعلان عن أحدث أجهزتها سيرفس بوك آي 7، وهو المؤتمر الذي استبق مؤتمر آخر لأبل بيوم واحد شهد الإعلان عن أحدث أجهزة ماك بوك. منافسة تقيلة في الشركات العالمية. لا هي حلوة إنه بيجوا يدفعوا لك القروش إذا ما كنا بنشتري، فأسي بيجوا يدوك وكمان يدفعوا لك معها قروش. بعد الفاصل الأسابة هيكون معنا فقط كذا رأي، هيكون معنا دكتور هشام الجاك وهنتكلم عن المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين الموظفين والعاملين. نطلع فاصل ونرجع مشاهدين، خليكم معنا. مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة كذا رأي، اللي مخصصين لأكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الموظفين أو العاملين. ده السؤال الرئيسي على صفحتنا على تويتر. انت شايف المشاكل الصحية ممكن تكون شنو؟ آلام الظهر أو آلام العنق أو تدهور النظر؟ سعيد جدا يكون معي داخل الاستوديو دكتور هشام الجاك أخصائي جراحة العظام والإصابات. صباح الخير. أهلا، صباح النور. نتكلم عن أكثر قعدتنا دول صحية ولا لا؟ لا صحية، أنت بالتحديد صحية أكثر مني أنا. طيب احنا نتكلم عن موضوع الآلام اللي ممكن تظهر للموظفين أو العاملين، لكن معنا تقرير نطلع نشوف ونرجع نكمل حوارنا مع دكتور هشام. قبل الحديث عن التمارين الخاصة بالموظفين، لابد من الإشارة للمشاكل الصحية التي قد يواجهها الموظفين، وخاصة أولئك الذين يمارسون العمل المكتبي. الآلام الحادة في الظهر بسبب الضعف العضلي، وزيادة الوزن، ومحدودية الحركة، وقلة اللياقة البدنية. الآلام المزمنة في الظهر التي يسببها عدم الالتزام بالتعليمات الصحية التي يوصى بها، للحد من آلام الظهر المرتبطة بطبيعة العمل. الاستمرار في ممارسة المجهود مما يزيد من سوء الحالة ويعيق الحركة. تتعدد النصائح التي يوصوا بها للوقاية من آلام الظهر التي يسببها العمل منها: تجنب الجلوس لفترات طويلة ومتواصلة، ضرورة الوقوف وتحريك الأطراف العلوية والسفلية والجزع، الجلوس على كرسي داعم للظهر وبشكل قائم بحيث تكون الذراعين في وضع مريح والمرفقان بزاوية 90 درجة على المكتب، عدم رفع أوزان ثقيلة وخاصة لمن يفتقر للتدريب الكافي، وتوضيح طريقة الرفع والاستعانة بزميل آخر للمساعدة إذا اقتضت الحاجة لذلك، إعطاء تعليمات واضحة لطريقة العمل السليم من خلال رسوم توضيحية أو بوسترات واضحة للموظفين، تقليل الأوزان المحمولة والمسافات المقطوعة من خلال التوضيب بحجم ووزن أقل. يلاحظ أن أكثر المشاكل شيوعا بين الموظفين أو العاملين في مجالات مختلفة هي في آلام العنق والجزع والكتفين، اعتمادا على طبيعة العمل التي تتطلب التكرار. ينصح إدخال واستخدام الرافعة أو الترولي لنقل وحمل الأجسام، واستخدام عجلات لتخفيف الوزن على الموظف. لابد من التنويه أن النشاط أفضل من الراحة عند الشعور بالألم.
تجنب الجلوس لفترات طويلة في حال التهاب عرق النساء أو تهيج العصب. تجنب وضع محفظة أو جزلان في الجيوب الخلفية مما يسبب ضغطا أو التهابا في عرق النساء. تجنب الجلوس على أجسام صلبة كالأرض أو كرسي بلاستيكي. عند العمل المكتبي ينصح بأن تكون القدمان على الأرض مباشرة أو مدعومة من الأسفل. تجنب ارتداء الكعب العالي وتركه للمناسبات فقط. تقوية عضلات الظهر عامل هام لارتباطها بالعنق والقفص الصدري والبطن والحوض والأطراف. تجنب التفاف الجزع المفاجئ أثناء الجلوس في العمل، ومن الضروري أن يكون الكمبيوتر في الأمام والوسط تماما وعلى مستوى النظر. ممارسة الموظف للتمارين الرياضية الروتينية لتقوية العضلات وزيادة مرونتها، وبالتالي الحد من الآلام المرافقة للعمل. رجعنا لكم تاني مشاهدينا صباحات سودانية، فقرة كذا رأي اللي مخصصين للآلام الممكن تظهر للموظفين أو العاملين من الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي هم ممكن يعملوها. وده عنا داخل الاستوديو دكتور هشام الجاك أخصائي جراحة العظام والإصابات. دكتور هشام رحب بك تاني. الله يسلمك. ممكن في التقرير شاهدنا إن أكثر الحاجات شيوعاً هي الجلوس الخطأ أو الحاجات. أيوة. فممكن شنو الأخطاء الشائعة الكثيرة ممكن بمارسها العاملين أو الموظفين بشكل يومي؟ تمام. طيب مازن، في البدايه اسمح لي اني اتكلم بلغه عاديه دارجيه عشان شويه نوصل الفهم. طبعا انا وجع الظهر يعني اكثر حاجه ممكن تغير مزاج الزول او تحيد من اداؤه في حاجات كثيره. يعني تقريبا 60% من الناس بيديهم الام ظهر في فتره من فترات حياتهم بتعطل وظيفتهم او بتعطل شغلنا الاساسي. 60% من الشباب. فألام الظهر دي نحن في أول 6 أسابيع بنعتبرها حاجة عادية ما لم تكون في علامة الخطر. علامة الخطر هي يكون في إصابة، يكون في يعني تاريخ بتاع سرطان أو حاجات تانية. دي بسميها علامة الخطر، دي بنشيلها في التاريخ المرضي. لكن لو ألم ظهر عرضي ده في أول 6 أسابيع بيتعامل معه كحاجة عادية، وغالبا سببه الجلوس الخاطئ. أول bending forward، يعني الزول لو جلس وظهره مغوص هسي جلستك دي سليمة جدا جدا بتحميك من ألم الظهر. الزول لو جلس لساعات طويلة أو في صورة مغوصة بوضع مغوص للظهر، يعني إنه مغوص ظهره كده، دي بتكون بتديه إنه والله العضلات بتزيد الضغط عليها، بتعمل حاجة اسمها spasm أو شد في العضلات. والألم اللي بيجي من الجلسة الخطأ دي بيكون في العضل ولا في العضلات؟ لا، بيكون في العضلات. العضلات. أيوة، العضلات بدورها إنه والله العمود الفقري ليس في وضع مستقيم، العضلات بدورها عايزة تصحح الوضع ده، فبتقوم بتعمل إسبازم أيوة أو ياهو تقلصات شديدة، فبتقوم بتزيد الآلام في الظهر وبتكون آلام شديدة. نحن بالنسبة لنا، أنا لما يجيني مريض في العيادة زول في نص عمره موظف وبيقعد زمن طويل ساعات طويلة، من أهم النقاط في العلاج إنه السؤال المهم إنه طريقة قعدتك كيف، أنت كم ساعة بتقعد دي؟ يعني هل أنت بتقعد ظهرك مستقيم على كرسي داعم للظهر، إنه والله بتخط ظهرك مرتاح في الكرسي؟ فإذا إنه والله يا أخي الحاجات دي لو مهما أنا أديت علاج لو ما إنه والله انتبه للحاجات دي، إنه والله بيقعد ظهره مستقيم، بيخط الكرسي بوضعية مريحة، الترابيزة بتاعته ما تكون عالية جدا جدا عشان ما تخليه يغوص ظهره، الشغل في الكمبيوتر يكون وضع الشاشة كويس، لأنه برضو الانحناء للرقبة لعمود الفقري في الرقبة بيسبب آلام وممكن يعني كثير مننا ممكن قاعد جلوسنا في الكرسي نفسه، يعني الكرسي ده عنده ظهر صح؟ أيوة. الظهر ده هم قالوا هم عاملينه عشان أنت تسند عليه ظهر. تسند عليه. في ناس كثيرة ما بناخد ظهرنا في الكرسي. صحيح. بيكون زحينه منك. صحيح. صحيح. ده اللي بيجيب التقوس اللي بيحصل. ده اللي بيجيب التقوس اللي بيحصل. أيوة. طيب دي طريقة القعدة. أيوة. أنا لو قعدت القعدة الصحيحة دي فترة طويلة ما بيحصل حاجة؟ لا ولا لا هي القعدة الجلوس بيحصل. برضو؟ الجلوس نفسه، يعني أنا يعني دائما بننصح إنه ما أكثر من 3 لـ4 ساعات جلسة واحدة، يعني إنه كل 3 لـ4 ساعات الموظف يغير وضعه، يتحرك شوية إن شاء الله لفترة بسيطة 10 لـ15 دقيقة، يتحرك يجدد نشاطه يجدد الدورة بتاعته ويراجع تاني، ممكن يجلس جلسة صحيحة. طيب دي بالنسبة لمشاكل ممكن تحصل في السلسلة الفقرية والظهر. أيوة. كثير من الناس يشتكي من الرقبة برضو. الرقبة برضو يعني نفس الفهم يا مازن، إنه والله الوضع الغير سليم للعمود الفقري. يعني مثلا
الموظفين اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر مثلا كثير بيكون الشاشه قدامه ما موضوعه بشكل سليم، بيضطر انه ينزل راسه او يرفع راسه، يعني اذا بيعمل فليكشن يعني بيحني الرقبه او بمدها في وضع ما في وضعها الطبيعي. فالكلام ده لمده طويله ممكن يعمل سبازم في المصل او تغلصات في العضلات ياهو تعمل له الالم. برضو السواقه لفتره طويله يعني موظفين السواقه لفتره طويله، والشمسيه اللي بنعملها من الشمس دي في القزاز قدام، التظليل الشمسيه اللي بنعملها من الشمس دي في القزاز قدام مرات لما تكون طويله شديد بيضطر انك تدنجر عشان تقدر تشوف الشارع. اي تقدر تشوف الشارع صحيح. عشان كده بتخط الرقبه في وضع غير سليم بتعمل لك علامه مزمنه في الرقبه. طالما انت ذكرت السواقه، كراسي العربات دي ما مريحه بشكل عام صح؟ بشكل كيف انا كنت الكرسي بتاع العربيه بشكل مناسب حتى لو بيضطر الناس يسوق فترات طويله؟ طبعًا. في ناس اللي هم سواقين التاكسي او الحاجات دي. ده برجعنا لنقطتنا الجبال، انه الوضع البغي الغايه الاساسيه من الام الظهر في الوضع السليم للسلسله الفقريه وعدم التحميل على العضلات. زي ما قلنا انه الالم الاساسي من العضلات، فلو خطيت الكرسي في وضع سليم انه يكون مستقيم الظهر وانه الظهر يكون ستريت وانت تتكل ظهرك على الكرسي بدل تجي قدام على الدريكسون، ف حتى لو سكت لفترات طويله ما يعني المفروض يكون كرسي العربيه يكون بشكل مستقيم، بشكل مستقيم ما يرجع لي ورا عشان يكون اكثر مرتاح. ايوه هو قعدته مريحه لكن بعدين بتسبب بعدين بيسبب الام. طيب احنا ناس قصار شويه صح؟ انت قصار يعني، هل نسبه الطول او الوزن او الحاجات دي بتاثر في؟ ايوه اكيد الوزن بالتحديد، الوزن بالتحديد عنده يعني تاثيرات كثيره على يعني ببساطه يا مازن، انت اللود على اي حاجه يعني انت اللي لو عندك عربيه فاضيه بتمشي طبعا، لو فيها ناس كتار بتكون فيها صعوبه. اذا كل ما زاد الحمل كل ما زاد اللود، كل ما زادت يعني الحموله على الظهر على السلسله الفقريه والعضلات كل ما كان في صعوبه في انه والله العضلات دي تقدر تعوض الوزن ده، عشان كده الاسباز بتاع او التغلصات بتاعتها حتكون اقوى، اذا الالم حيكون طوال ومتكرر ومستمر. كثير من الناس بيكونوا شغالين اللي هم الناس بيجلسوا فترات طويله بيقعدوا فترات طويله بيحركوا مثلا زي ما ذكر في التقرير تحريك الجزء المفاجئ او الرقبه المفاجئه. أيوة بيكون أيوة رقبته قاعده بتقوم بتطقطقه أيوة كده أيوة ممكن تتكسر يعني في لحظه. أيوة أيوة دي مساوئها شنو؟ الاضرار ممكن تسببها شنو؟ والله طبعا العضلات دي كل عضلات الجسم يعني في ذات المسكولو سكليت الاول يعني في الاطراف هي عضلات اراديه، فانت لو يعني اديت اوردر او اديت امر في حركه مفاجئه ممكن ده ذاته يعمل شنو؟ يعمل تغلصات فيها. ايوه يعمل تغلصات فيها لانه حركه مفاجئه في وقت الدماغ ما ادى اشاره بانها تتحرك في الاتجاه ده، وانت تقوم زي ما قلت تطقطق رقبته ولا يعمل حاجه زي دي. فلو يعني الزول عمل الحاجه دي مرات ممكن تسبب له ضرر اكثر منه. الراحه اللي بتحصل طيب بعدها يعني، انا ساعات ممكن تكون انت قاعد في فتره طويله رقبتك وجعاك تعمل لها حركه بسيطه بترتاح، ممكن يحصل لك ريليف. الراحه بتحصل مش ممكن يحصل لك ريليف. الراحه دي ما في غير العضلات في زي مفاصل صغيره داخل السلسله الفقريه، الراحه دي انه والله الكبسوله بتاعت المفاصل دي بتتشد، بيجيك احساس الراحه دي بانه والله اتشدت الكبسوله دي التنس الضغط اللي فيها قل، بيجي احساس الراحه، لكن العضلات ذاتها ممكن تمشي لاسوء. طيب الفترة المفروض كل موظف يعني إذا قلت 3 ساعات 3 إلى 4 ساعات أقوم يعمل شنو مثلا؟ يقوم يتمشى يعني يحرك ظهره بصورة سليمة يميل ظهره كده. الحاجات دي يعني المشي العادي إن شاء الله في المكتب جوا المكتب يتحرك جوا المكتب دي كلها بتغيب إنه والله يحصل له تغلصات في العضلات. في مثلا ممكن وزارة الصحة أو حاجة تكون يعني رسمية تتعلق في كل الحكومة يعني حتة المراكز بتاعت الموظفين إنه يكون فيها إرشادات طبية إنه يعني التمارين ممكن تعملها شنو أثناء العمل بعد ما تقعد 3 ساعات 4 ساعات هاي اللي ممكن تتعامل؟ والله طبعا ده يركب يعني كبير أو دور المؤسسات أي ده يركب كبير يعني ما يعني، لكن الحاجات اللي ممكن دور المؤسسات إنه على الأقل توفير الكرسي اللي بيقدر يتناسب مع كل زول طوله وحجمه وكده، يعني كرسي بترفع وبينزل عشان الترابيزه تكون مناسبه، الموظف ما يضطر انه يغوص ظهره وما يضطر انه يعني يخض ظهره في وضع غير مناسب يعرض نفسه للالام المتكرره لالام الظهر. برضه بنصح انه الرياضات في انواع من الرياضات كويسه جدا، السباحه بالتحديد يعني بتغيب كثير من الام الظهر لانها كلها بتعتمد كلها على شد عضلات الظهر. طيب الموظف ممكن يعمل شنو لو حس انه في الام بتظهر؟
دي يعرف من وين ان هي دي الام مثلا من طول الجلوس او من طريقه قاعده غلط؟ تفرق شنو عن الالام بتاعت الامراض او الاصابات؟ تمام. زي ما قلت لك في البدايه يعني احنا اول 6 اسابيع الالم في اول لمده او في اول 6 اسابيع بدون علامات بتاعت خطوره ان احنا بنتعامل معه بشكل بارد يعني بشكل عادي. ما بنحتاج حتى نعمل صوره اشعه او فحوصات للمريض. بنتكلم معه بناخذ التاريخ المرضي انه شغال شنو وبتقعد كم ساعه ووضع القاعده بتاعتك، بنديه التوعيه في انه وضعك الصحيح للقاعده شنو والزمن الاحسن تقعد كم، وبعد ذاك بنديه انواع من الحبوب يا بترخي العضلات وانواع من المسكنات. يعني اي موظف لازم يكون عارف انه حمايته الاساسيه من الم الظهر في وضع جلسته الصحيه اكثر من انه يا يمشي للطبيب. طيب الحاجات زي ما بنقولوا المثاليه شنو مثلا؟ طول فتره القعده مثلا او مسافه البعد عن المكتب، ارتفاعك من المكتب، بعدك عن الشاشه بتاعت الكمبيوتر، كيف يعني؟ والله طبعا يعني عشان تحكم بالستاندر طبعا بيختلف اي زول من طوله ووزنه وكده، فدايما بس لكل يعني انسان بحسب الحاجه المريحه له، في انه يكون الوضع بتاع الظهر مستقيما، يعني وضع الظهر مستقيما ما في اي انحناء. 2 الترابيزه ما تكون عاليه جدا. 3 الكرسي دائما يحاول يستعمل يسند ظهره في الكرسي بقدر الامكان. في ناس كثير بيخدوا مخده يا فوق مثلا ظهره يا تحت مثلا قاعدته بيخد بيرفع الحبل بتريح، لكن هذه بتضر ولا ممكن يكون عندها اثر سالب لقدام؟ اثر سلبي ممكن تكون شنو؟ اثر سلبي انه والله ممكن يعني تعود على الوضع بتاع السواقه. ايوه ممكن تعود على الوضع بتاع قاعده يعني غير مناسب مع 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 طول جسمه مع وزنه مع كده. يعني لما ننزل من الحته اللي بيقعد فيها طوال تكرارا دي، بعد شويه حيقعد في الوضع اللي يتعود عليه بالمخده دي. بعد شويه حيزيد ثاني العضلات، حيكون في فرق الدماغ عشان يقدر يحول انه والله القاعده بتاعتي طوالي انا بقعد كده ولا كده. بعد شويه حتزيد. في ناس كثير طبيعه عمله منه بيشيل حاجات ثقيله. يعني نعرفهم كثير موجودين يعني حوالينا، الناس دي ممكن تنصحهم بشو؟ طيب يعني بكل يوم كله بيشيل حاجات ثقيله. طيب يعني شيل الحاجات الثقيله دي والله حقيقه مشكله. يعني انت عشان تقدر تعمل كنترول للانسان في نفسه وتكلم صاحب العمل انه يعني الانسان عنده حد معين في انه يشيل الحاجات وكده، دي مشكله كبيره. لكن الحاجه اللي بنصحهم بها انه في النهايه يعني برضه بنفس الطريقه، انت تقدر تحمل حاجه ثقيله شيلة وظهرك مستقيم برضو. البندينج الانحناء مشكله كبيره، ممكن تعرض انه الغضاريف اللي في النص انه يحصل لها انبعاج غضروفي او حاجه زي دي، تقوم تضغط لوعي العصب بتكون مشاكل اكبر. دي بيقول لك انه الستاندرد ده حاجه مثاليه انك ما تنحني. تنزل ايوه تنزل كله وتعمل فليكشن ايوه من هنا من عظمه الفخذ ومن الركبتين حتى للناس في البيت يعني. ايوه حتى الناس اللي بيشيلوا الدرام بتاع أيوة المويه أيوة او الحاجات أيوة الاكياس الثقيله أيوة تنزل في جسمك كله أيوة تشيل أيوة وترفع جسمك وترفع كله. طيب في العياده الخاصه بتاعتك هل نسبه الناس اللي بيجوا بيشتكوا من الحاجات دي كثيره ولا انت شايف الموضوع طبيعي؟ والله كثيره ومتكرره بجد. يعني حتى دائما العظام طبعا بيتعلق بالناس الكبار في السن وعندهم وجع في الركب وكده. لكن بقت ظاهرة انه بيجوك ناس شباب زول في مختبر عمره كم 30 يقول لك انا عندي وجع ظهر والله لي زمن. فطبعا بقت حاجه متكرره وكثيره. الهابت بتاعت الناس انه لازم يقعدوا بصوره كويسه وظهر مستقيم، انا شايف انه ممكن كتيبات صغيره او بوسترات تتوزع في المؤسسات انه والله الجلسه الصحيحه كده المده اللي تقعدها اطول مده تقعدها كده، وده بيغيب منه علامة الظهر. حاجة بسيطة جدا ممكن توفر حتى في البيت على فكرة عندنا عادات سيئة كتير ممكن نعملها. أيوة مشاهدة التلفزيون في السرير برضو صح دي بتسبب مشاكل كبيرة. أول استعمال الموبايل أيوة وانت راقد في السرير بيكون وضع رقبتك غلط. أيوة نصائح ممكن تقدمها للموظفين وناس البيت ممكن يعملوا شنو عشان تحافظ على عظامك يعني؟ ناس البيت دي انت تعمل لي مشاكل. بالنسبة يعني عموما النصائح أقول لهم إنه 1 الرياضة أهم حاجة. كيف من يعني نسبة كم في المية ممكن الرياضة يعني مرة واحدة في الأسبوع مرتين؟ والله يعني مرة واحدة في الأسبوع دي بيسموها يعني إن ويك سبورت، دي مرات بيزيد لود على الزول زيادة. يعني مرة واحدة في الأسبوع دي سيئة؟ مرات بيزيد لود على الجسم زيادة.
انا افضل انها تكون مرتين في الاسبوع اقل حاجه اقل حاجه كويس. وعلى اللي قلت تكون نص ساعه اقل حاجه تكون نص ساعه يعني كرياضه مستمره. اثنين الوزن اهم من اهم العوامل انه يعمل لك الام في اي كان ظهرك ولا رجلينك ولا اي حاجه لانه اللود بيزيد. الحاجه الاخيره انه انتبهوا لنفسكم وانتوا قاعدين احمي ظهرك وانت قاعد كل عمر. عندنا عادات سيئه كثير احنا بنعملها في حياتنا اليوميه تقتل اصابع والحاجات دي. ايوه ايوه بتريح برضه بتريح دايما حال الكعبه هي بتريح ولا زي ما قلت لك زي الطقطقه الصوت اللي بتسمع من طقطقه الاصابع ده هو اي مفصل عنده زي كبسوله او غشاء حوله انت لما تضغط على تدي نهايه الرينج او نهايه المدى بتاع الحركه بتقوم الكبسوله دي بتطق بتديك الصوت ده بتدي ريليف شويه انه الضغط اللي كان عليها شويه نزل. كثير مننا يكون عندهم مثلا حالات على التوتر او كده أيوة. فبكون قاعد طول اليوم او يعني ما قاعد مرتاح بيهز مثلا في رجله او كده يعني أيوة. دي ممكن تضر شنو؟ والله ما عندها ضرر عادي عاديه لا في ناس كثير بتلاقيهم قاعدين أيوة. مثلا طول اليوم بيهزوا في ايوه بيهزوا رجله. هل دي عليها لود مثلا على عضله الحوض او كده؟ لا ما اعتقد انه والله عندها علاقه مباشره كده بحاجه يعني عادي يعني ما عندها مشكله يتوتر يعني نحافظ على عظامنا بالرياض بالرياض دي الحاجة اللي ممكن نطلع بها من كل حاجه أيوه. اول موظف داخل الشركه بتاعته او في اي حته مارس 3 ساعات أيوه. وبيتمشى مده أيوه. كم دقيقتين او 3 دقائق والله من 10 ل 15 دقيقه بده لكن بده بريك بده استراحه يقول امس راح تمشي استراحه تمشي دكتور هشام انا سعيد جدا انك كنت معنا الليله وتقدم نصايح ممكن تكون مهمه لكل الموظفين لكن عندنا احنا كل يوم بنطلق الاستبيان بتاعنا على تويتر الليله كان السؤال بتاع التويتر اكثر المشاكل الصحيه شيوعا بين الموظفين او العاملين النتيجه الان هتظهر على الشاشه شاهدها مع بعض الام الظهر النتيجه 64% الام العنق 6% وتدهور النظر 30% يمكن النظر ده انت ما عندك معه حاجه ما لكن العظام او الظهر 64% أيوة كده اكثر نسبه ايوه اغلب الناس يعني بتعاني من الام الظهر ايوه دي ممكن تفسرها بشنو العنق اكثر ولا الظهر هي بتاثر بالظهر الظهر هو نسبه اكبر يعني الظهر طيب احنا قلنا الظهر نخليه مرتاح ايوه بس خلي الظهر في البيت او في الشغل ايوه شكرا لك دكتور هشام على النصائح اللي قدمتها لنا مشاهدينا كان فقره كذا راي اللي تكلمنا عن المشاكل الصحيه اللي ممكن تظهر لكل الموظفين والعاملين من العادات السيئه ممكن بنمارسها بشكل يومي في القعده او طريقه الكتابه او طريقه الشغل كان معنا دكتور هشام قدم لنا نصائح كثيره مهمه ومفيده وصلنا معاكم لفقره فوتوغرافيا اللي بنتكلم عن اجمل الطيور حول العالم
فاصل في فقرة لمن يهمه الأمر. الليلة حنناقش مشكلة العنوسة وهل نسبتها أكبر عند الرجال أما النساء. حيكون معي الباحثة الاجتماعية هديل عمر أحمد مدني، حنتناقش في الموضوع مع بعض بعد الفاصل، انتظرونا. مشاهدينا ومتابعينا متابعي صباحات سودانية، مكملين معاكم. وصلنا لفقرة لمن يهمه الأمر، قضيتنا الليلة اللي حنتناقش فيها مع بعض العنوسة وهل نسبتها أكبر عند الذكور ولا عند الإناث. ضيفتي داخل الاستوديو الباحثة الاجتماعية هديل، الأستاذة هديل عمر أحمد مدني. صباح الخير أستاذة هديل. طيب كده نعرف أول حاجة المصطلح نفسه بتاع العنوسة، يعني شنو عنوسة؟ طيب العنوسة لو جينا عرفنا المصطلح بتاع العنوسة بنلقاه إنه هو أصلاً الأشخاص الذين تعدوا مرحلة الزواج، اللي هو المرحلة العمرية اللي هي بعد سن البلوغ الزواج. لكن بتختلف الحاجة دي طبعاً من بلد لبلد ومن منطقة لمنطقة، حسب ثقافات الناس، حسب عاداتهم، حسب كده. يعني في مناطق مثلا العنوسة بتبدا، بيقول لك انه من ما الوحده تصل مثلا 30 سنه بقول لك دي عانس. ليه؟ لانه اصلا مراحل الزواج عندهم بتبدا بدري، يعني من 15 سنه ممكن الواحد يتزوج كده. الولد من بمجرد مثلا ما دخل 20 سنه ممكن يتزوج كده. فالعنوسة هو مصطلح بيطلق على الرجل وعلى المراه، بتختلف ما بين الباديه والحضر ايوه بتختلف في العمر بين الباديه وبين الحضر، لكن كمصطلح انه يطلق على الرجل وعلى المراه فما في اختلاف في حته زي دي. اوكي طيب احنا فريق عمل صباحات جهزوا لنا تقرير، نمشي نشوفه ونرجع. اوكي نشوف التقرير. ارتفاع نسبة الإناث مقارنة مع الذكور في السودان وغلاء المعيشة وتفشي البطالة وعزوف بعض الشباب عن الزواج، كلها أسباب ساهمت في ارتفاع نسبة العنوسة بين السودانيات. يضاف إلى ذلك أن الفتاة السودانية باتت تفضل متابعة دراستها وتحصيلها العلمي وإيجاد فرصة عمل جيدة على إيجاد العريس، ومن يدري فقد يأتي زمن لا يجد فيه الفستان الأبيض من يرتديه. الفستان الأبيض حلم لطالما راود الفتيات في كل مكان ودعب مشاعرهن وهن يرسمن في مخيلتهن صورا للفارس النبيل قادما من بعيد متطيا جواده الأبيض ليحملهن على صحوته إلى مملكته الجميلة، يتوجن أميرات على قلبه وحشيته. حلم يبدو أن زمانه قد ولى مع ارتفاع نسبة العنوسة في السودان ومجتمعات عربية أخرى. متغيرات كثيرة طرأت على المجتمع السوداني أنتجت جيلا من الفتيات اللواتي لا يجدن الزواج أمرا لا بد منه، إذ توافرت لهن فرص لتحقيق زواجهن بحسب قول أكثرهن. أسباب اجتماعية كثيرة تراكمت وساهمت في ارتفاع سن الزواج بين النساء في السودان إلى حد بدأ يقترب من مشارف العنوسة، فانتشار التعليم وارتفاع مستوى وعي الفتاة بأهمية بناء الذات ومحاولتها انتزاع دور لها في نطاق القيادات المجتمعية الفاعلة القادر على إحداث التغيير المطلوب هي بعض المبررات التي تسوقها الأنثى لنفسها لتخفيف منسوب القلق لديها من احتمال أن يتجاوز قطار الزواج من دون الأمل في عودته. لكن هذه المبررات لم تقنع مجتمعا يلاحق الأنثى منذ طفولتها بضرورة الزواج ويربط نجاحها بقدرتها على اصطياد عريس بمواصفات عالية ودخل محترم.
غلاء المعيشة وزيادة تكاليف الزواج إلى حد يجعل بناء عش الزوجية أمر بالغ الصعوبة، هما من الحجج التي تحاول الشابات السودانيات من خلالها الإجابة عن السؤال المزعج الذي يؤرق بعضهن والمتعلق بمسألة الزواج. رجعنا تاني مشاهدينا، وزي ما نوهنا إنه الليلة في فقرة تالي من يهمه الأمر بنناقش قضية العنوسة. شوفنا التقرير مع بعض، التقرير بيتكلم عن العنوسة النساء، ما جابوا سيرة العنوسة للرجال أبدا. هل في عنوسة لحصي؟ هل في عنوسة للرجال ولا ما في؟ طبعا هي توجد عنوسة للرجال، لأنه لو تكلمنا عن إنه أصلا اللي بيشيل المسؤولية تحت البيت هو الراجل. لا احنا عايزين يعني هل برضو الراجل بعد سن معين لو ما تزوج، احنا ما قلنا هي الوصول لسن معين او ان تعدي سن معين بدون ما تزوج، هل الرجل برضو عنده سن عنوسه ولا هي حاجه بتاعت نسوان بس؟ لا، احيانا في بعض المجتمعات بيكون الرجل عنده سن بتاعت عنوسه، لكن احيانا في مجتمعات تانية بيقول لك يعني ما مشكله، ممكن الراجل لغايه لما يكبر ويصل عمر 50 سنه برضه ممكن يتزوج. طيب المفروض ان احنا اجتماعيا عندنا سن الزواج للفتاه كم مثلا، او السن المناسب عندنا المقبول مجتمعيا؟ المقبول مجتمعيا بالنسبه الى الحضر انه الواحده بعد مثلا ما تكمل الجامعه، يعني اذا اهتمينا بالجانب مثلا التعليمي، الواحده بعد ما تكمل الجامعه طوال الناس بتقوم بيسالوها ولا بعد ده انت مفترض تتزوجي كده، يعني ما عندك حاجه خلاص بعد الزواج. لكن ده بالنسبة للحضر، لكن بالنسبة للمجتمعات مثلا البدوية بنلقى إنه نسبة الزواج عندهم إنه الوحدة بتتزوج من 12 سنة، يعني إذا كملت المرحلة الثانوية كويس، إنها بعد ذلك خلاص مفترض تخش في المرحلة بتاعت شنو؟ الزواج وبيت وأطفال وكده. ليه؟ عشان تقدر تنجب أطفال كثيرين. الحاجة دي بتأذي، أيوة، لأنه الحاجة دي اللي قدام بتأثر في معدلات النمو كده. احنا هنجي لحكاية معدلات النمو والإنجاب دي بعد شوية، لكن عايزاك تقولي لي أسباب مثلا مصطلح العنوسة شنو؟ طيب مصطلح العنوسة هو أصلا زي ما قلنا قبل، مش أسباب التسمية، أسباب العنوسة يعني نفسها شنو الحياة اللي بيؤدي لأنه يكون في عنوسة في المجتمع. طيب أسباب العنوسة، أول حاجة نقدر نقول المحور الأول إنه هو الجانب الاقتصادي اللي هو عدم توفر فرص العمل بشكل كافي، دي جانب من الجواب اللي هو الحاجه دي بتخلي شنو؟ بتخلي انه الرب الاسره بيكون عنده مستوى بتاع الدخل محدود، وبالتالي ابنائه لما نجوا في مرحله بتاع الزواج هم ذاتهم بيكون مستوى الدخل بتاعهم محدود في العمل، لانك بتلقي انه البيت كله شغال. ايوه، وبقول لك بعد شنو؟ ما مكفي. دي المحور الاول في الجانب الاقتصادي. المحور الثاني كمان تحمل تكاليف الزواج تقصدي؟ ايوه. يعني زمان تكاليف الزواج بيقولوا لولدهم، يعني الاسره بتقول لولدها امشي اخطب ابدا ونحن بنكمل معك. لا، فالحته دي اسي بقت شويه صعبه، فيها شيء من الصعوبه. ليه؟ ايه بترجع الاسباب لشنو؟ لانه اصلا محدوديه الدخل، يعني الدخل الموجود يا الله يكفي لهم، يعني الحته بتاعت شنو يغطي لهم الحته بتاعت الاحتياجات الاساسيه. شنو كمان عندنا اسباب؟ الأسباب الثانية نقدر نقول مثلا العادات والتقاليد. العادات والتقاليد اللي هي بتتمثل في المظاهر الاجتماعية والمظهر الاجتماعي. المظهر الاجتماعي ذاته زمان كان الزواج شكله واحد في كل المجتمعات السودانية، في كل الأسر السودانية الشكل كان بيكون شنو؟ واحد، اللي هو عقد بيتم بعد كده مراسم الزواج، ممكن مراسم الزواج تنتهي بالأمسيات وكل زول بعد ذاك شنو؟ بيمشي. لكن هسي الحته بعد ذلك اتطورت، في الحته دي بقى فيها شنو؟ بقى فيها طرف، بقى فيها مثلا بقول لك العرس استمر اسبوع، العرس استمر اسبوعين، الحنه استمرت اسبوع، حتى الزواج ذاته يتحول بقى عن بعد ما كان في البيت بقى في صالات، الصالات ذاتها تكلفه، اجرتك بقى في يوم برا وفي صاله برا وبتقاليد براها بشكل مختلف. طيب كده استاذه هديل، انت كل الاسباب اللي اديتينا لها الحداثه اللي هي اسباب عزوف الرجال عن الزواج، في أسباب كمان بتخلي البنات عازفات عن الزواج؟ طيب أنا ممكن أقول إنه البنات الأسباب، ممكن نقول سبب من الأسباب واحد التعليم، إنه الوحدة
بقت شنو تفكر في زيادة التعليم اللي هي التعليم ما فوق الجامعي الماجستير الدكتوراه كده. الحاجة الثانية إنه إذا كانت الأسرة يعني إذا كانت البذاتة من أسرة ذوي يعني ذوي الدخل المنخفض بتلقي إنه بتهم بتسعى في إنها تزيد من فرصة التعليم عشان تحسن من وضعها المادي في الشغل. ليه؟ لأنه بتفكر في حتة أهلها، بتقول أهلي ديل ربوني تعبوا فيني صرفوا علي في مرحلة الدراسة كده، على الأقل أنا مفترض شنو أديهم ولو جزء أرد الدين. أيوة. أيوة ولو جزء بسيط. فالحتة دي بتأخر في مرحلة الزواج بتاع البيت، أو كان البيت بتمر بظرف بتاع إنه مثلا والدتها توفت، هي البيت الكبيرة في البيت تحتها في أخوانها تتحمل يعني. المسؤولية بالضبط، فبتلقيها إنه تبدأ تصرف على أخوانها لغاية لما يتعلموا، تقول خلاص لغاية لما يخشوا مرحلة الجامعة ويبقوا شوية يقفوا على رجلينهم، بعد ذلك أنا بقوم أتزوج. العمر بعد ذلك بيبدأ يجري وهي ما بتشعر بحتة زي دي. طيب أنا بالنسبة للعمر يجري، يعني لو سمحت لي، يقال يعني في ناس بتقول إنه موضوع العنوسة دي مشكلة المجتمع عملها عشان ما يختزل المرأة ودورها في المجتمع في إنها هي تتزوج وتجيب عيال، في حين إنه في كثير مثلا من النساء اللي ما تزوجوا كملوا تعليمهم، عندهم دور فاعل جدا جدا في مجتمعاتهم. يعني الرجل لما ما يتزوج ويكمل في حياته ويكون ناجح، الناس بتتناسى له حتى إنه هو ما متزوج، لكن البيت قدر ما مثلا تحقق في حياتها أو تكون طموحة وتكون ناجحة بيرجعوا لها تاني لأنه ما تزوجت وما جابت عيال مثلا. لأنه أصلا الحتة دي من البداية طلب الإسلام، طلب ديننا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم. فيعني المجتمع الحتة دي ركز على ليه؟ لأنه ما دايرة تكون شنو في الحتة دي ضعيفة. يعني أهمية وجود الزواج، وجود الأسرة، وجود الروابط الاجتماعية في المجتمع مهمة جدا، لأنه ما في مجتمع بيقوم بدون روابط اجتماعية، وما في مجتمع بيقوم بدون أطفال، لأن الأطفال بعد ذلك بيكبروا وهم بشيلوا بعد ذلك تاني المسؤولية والحكاية بتستمر. فإذا المجتمع يعني مهتم بالجانب بتاع، لأنه المرأة هي الوحيدة باستطاعتها إنها شنو يعني تحمل المسؤولية بتاعت التربية بتاعت التنشئة الاجتماعية تكاد تكون أكثر من الرجل، لأنها هي بتكون لصيقة بالأطفال أكثر. فعشان كده المجتمع ركز على الحتة دي ومتجاهل الحتة دي أكثر من الرجل، وإن كان الرجل برضو يعني المجتمع برضو يعني ممكن يلومه في حتة عدم الزواج، لكن ما أكثر من المرأة. فيعني عشان كده دائما بيقوم بيركز على إنه المرأة لازم تتزوج، بعدينك المرأة عندها فترة بتاعت خصوبة معينة بالنسبة للإنجاب، لكن الرجل الحتة دي ما عنده، أو الجانب ده بالنسبة له هو ما ضعيف زي المرأة. يعني ممكن هي تصل لغاية مرحلة 45 أو 50 تاني ما بتستطيع إنها شنو تنجب بنفس الكمية اللي بتنجب بها المرأة اللي عمرها 15 أو المرأة اللي عمرها 18 سنة. بالإضافة لشكل البنية بتاع جسمها، بالإضافة لنوع الأكل، نوع الشراب، نوع كده الأمراض اللي ممكن تصاب بها كل ما يتقدمت في العمر، وممكن تأثر الأمراض على الإنجاب يعني كده. أيوة. الراجل ممكن يصاب بها لكن ما بنسبة معدلات المرأة. يعني المرأة معدلاتها في الحتة دي أكبر من معدلات الرجل. كيف؟ طيب كيف؟ إنه الرجل الحتة بتاعت المشكلة الجنسية بتاعته ما كبيرة زي المشكلة بتاعت المرأة. المرأة زي إن هي بعد عمر معين ما تستطيع أيوة، وممكن ذاته ممكن يعني يتعرض لأنه ما تستطيع إنها تنجب نهائيا يعني، أو تتعرض لأنها تمشي تفتش في الأنابيب، تمشي تسعى في حتة زي دي. كمان في حاجة تانية أستاذ هديل، لو ممكن نقوله إنه الرجل مثلا في عمر خلينا نقول 25 يكون عايز يتزوج واحدة في عمر صغير، يعني خلينا نقول ما حنحدد العمر لكن نقول في عمر صغير، بيبقى عمره 30 لسه بيكون عايز نفس العمر ذاك، بيبقى عمره 90 بيكون نفس العمر ذاك، هل دي صحيح ولا لا؟ والله ما مقياس، يعني بقت الوحدة مثلا هي لما تكبر مثلا ما عندنا فريق بتاع عمر بيتاخد دائما، لا كل ما الراجل كبر كل لسه عمر البيت بتاع الزواج هو نفسه. والله ما مقياس بالشكل الكبير، لانه رجل لرجل بيختلف، وافكاره بتاعت راجل لراجل برضه بتختلف. يعني اذا كان في راجل ممكن يكون فهمه انه يتزوج بيت صغير على اساس انه تنجب له مثلا اطفال كثيرين، ده اذا كان دي مثلا جزء من افكاره او عشان تتوافق معاه او كده. مثلا في رجال بيقول لك عشان اربيه على يدي،
وكده في ربيها رجال على يدي ايوه في رجال بيكون افكارهم كده بيقول لك انه انا احسن اتزوج صغيره عشان الحاجات اللي بيقوم من البدايه يشترط عليها من البدايه يقول لي اعمل كده. هي ما في النهايه شنو عمرها صغير بتختلف عن شويه مثلا عمرها كبير بحس كده. او في رجال بيختلفوا يعني في الافكار زي دي، لا بيقول انا داير والله واحده تكون تخرجت من الجامعه خلصت من المرحله الجامعيه عشان ما تقول لي انا لسه داير اقرا انا لسه عندي باقي تعليم كده تتفرغ لبيتها. في واحد ثاني بيقول لا والله انا عاوز واحده مراه تكون مراه عامله شغاله على اساس انها تساعدني في المسؤوليه بتاعت البيت تشيل معايا زي ما بيقولوا مرحله. في واحد بيقول لا انا والله داير واحده بس تكون مثقفه وكده على اساس انها تتابع بما بعد القرايه بتاعت اطفالها تكون مركزه معاه. في واحد بيقول لا. طب احنا دايما بنقول في واحد بيكون عايز في واحد بيكون عايز في واحد بيكون عايز، ما قاعد نقول في واحد ده بتكون عايزه. يعني احنا دايما الحته دي يمكن كانه وكانه المجتمع بيختزل انه الراجل هو المفروض انه هو اللي بيختار والبنت تكون قاعده مستنيه انه يختاروها، بقت زي كانها وصمه عار للبنت كلمه عانس. وفي نفس الوقت هي ما هي اللي بتختار، يعني على حسب الاسئله دي انت بتفضلتي بيها انه هي منتظره انه يتم اختيارها. وفي نفس الوقت المجتمع يعني بيستخدم الكلمه وكانها وصمه عار. فانت رايك شنو في الموضوع ده؟ طيب انا بقول انه اي زول الحاجه اذا مثلا وصموها عليه اذا سكت معناه راضي بها، اذا ما سكت معناه ما راضي بها. طيب الحاجه دي بتختلف ذاتها من بيت لبيت. في بنات ايوه بيرضوا بانه اي زول يدق الباب اذا كان كويس، اذا كان يعني كويس دي ذاتها ممكن تكون ترجع من الكلمة. ايوه تتخلص من الكلمه بتاعت عانس. وفي وحدات لا هم ذاتهم عندهم الخيار، بشوف انه عندهم والله ده بينفع والله ده ما بينفع والله ده بتوافق معي لقدام بقدر اسس معه اسره والله ده ما بتوافق معي. برضو بتختلف الحاجه دي من بيت لبيت. طيب سهريتي كان كلمتيني قبل عن الهرم الاجتماعي او الهرم السكاني. الهرم السكاني بعتذر، شنو هو الهرم السكاني؟ طيب الهرم السكاني اللي هو ده اللي بيأثر فيه اصلا معدلات النمو. يعني كيف معدلات النمو اللي هو معدلات شنو الخصوبه اللي قبل انا اتطرقت لها اللي هو قلت لك كان من المراه تتزوج من فتره عمريه صغيره بتجيب اكبر كميه من الاطفال. يعني لاحظت زمان حبوباتنا مثلا من العهود القديمه بتلقى ان الواحده مثلا والده 10 والدة 12 والدة 13 كده عادي. لكن لو جينا هسي وقسنا الهرم بتاعنا هسي يعني في الوقت الراهن بنلقى انه دخلت اي اسر سودانيه بتلقى انه عندهم كم 6 عندهم كم 5 عندهم كم 4 ولسه الاعداد ماشيه ناقصه ما ماشيه زايده. اذا الهرم السكاني هو عباره عن عدديه السكان أيوة. من كل فئة عمرية أيوة. في المجتمع. كل فئة عمرية في المجتمع وبتختلف هي نفسها من مجتمع لمجتمع. يعني في البدو بتختلف عن الحضر. في الحضر بنلقاها ناقصة اللي هي بترجع للأسباب اللي قبل قلناها، وفي البدو بنلقاها في زيادة أو إلى حد ما محافظين أحسن من المجتمع لأنه هم بينجبوا كثير. أيوة بينجبوا اللي هم للآن عندهم مثلا الفرص بتاعت إنه بقول لك الوحدة كل ما كانت صغيرة وأنجبت كثيرين بيساعدوا مثلا أبها، يعني بيساعدوا الوالد مثلا في الزراعة بيساعدوه مثلا في الحصاد بيساعدوه في كده. يعني هو ما بيتطرق لإنه يمشي يجيب عمال أو يجيب عمالة على أساس إنه يساعده في الأراضي الزراعية مثلا بتاعته او تساعده في الفرق في الفتره بتاعت شنو الحصاد، لانه اساسا اولاده موجودين بيسدوا الفرقه او بيسدوا الخانه. فالحته دي في البدو الى الان الحمد لله يعني محافظين على المعدلات بتاعت النمو الزايده، لكن في الحضر بتختلف في انها ماشيه في نقصان ما ماشيه في زياده اللي هي اسبابها هي نفس الاسباب الجبيل اللي قلناها في اسباب العنوسه انه بقت أيوة. الاسباب الاقتصاديه أيوة. الاسباب الاقتصاديه. طيب عايزين نجي ثاني حنرجع انا المصطلح عامل لي مشكله، فحنرجع ثاني للمصطلح والمشاكل اللي بيعمل المصطلح. عايزين نتكلم عن الالم النفسي اللي بيسببه الكلمه دي وترديده طيب. كثير احنا طبعا عندنا لها مرادفات شعبيه ما عايزين نتطرق لها، لكن هي الكلمه كلمه العنوسه اطلاقها على النساء او الرجال. طيب تمام الاثار النفسيه اللي ترتب على وصم شخص ما بالصفة دي. طيب إذا جينا تكلمنا عن الأثر النفسي، الأثر النفسي بتعدى وبتوسع بقى. يعني أول حاجة
إذا كان وصفوها كل ما كانت كبرت في العمر البيت كل ما وصفها المجتمع بعانس. حتى لو ما قال ليها بتلقي إنه إذا طلعت الشارع برا ممكن الشارع يلمح ليها بحتة زي دي. لكن الحاجة دي هي يعني أكتر حاجة بتحتك بها متين، مثلا لما تكون واحدة في زميلاتها في مرحلة جامعية أو في مرحلة دراسية معينة اتزوجت وكونت أطفال هي قامت مشيت ليها، يعني جاءت أي مناسبة وهي مشيت ليها، بيقوموا الناس لا شعوريا بيسألوا أو تلقائيا بيسألوا بيقولوا أنت لسه قاعدة؟ دي زادة مفهوم العنوسة، يعني أنك أنت لسه طيب قاعدة. أنا عايز أسأل سؤال في الحتة دي، هل بسبب الكلمة دي إنها بقت يعني كلمة بتستخدم للهجوم على ناس، بقت البنات أو بيقوا البنات بيفتكروا إنه خليني أنا أقبل بأي حاجة أو أتزوج بأي طريقة بس المهم إنه أنا أطلع من الفئة دي، فئة ممكن. العوانس، فبقت ممكن ده يدفع لأن هي تختار اختيارات خاطئة ويزيد لنا النسب بعد كده المشاكل الأسرية، مشاكل التفكك الأسري، الطلاقات، الحاجة يمكن إحنا نتكلم عن الحتات دي برضو في حلقات جاية. لكن هل ده بقى بيدفع البيت لأنها هي تختار اختيارات خطأ فقط عشان ما توصل؟ أيوة في بعض البنات كل ما كان عمرهم متقدم فبقول لك حتى هي الوحدة عادية بتقول لك لو جاني أي زول أنا بعد ده حقبل بيه. كلمة أنا بعد ده حقبل بيه دي معناها شنو؟ معناها هي حتقبل بيه بدون رضا وكأنها يأسة، لكن يعني بس لأنه المجتمع فرض على حتة زي دي يبقى معناها هي مجبرة إنها تقبل بيه. طيب الزول ده إذا جاء يمكن يكون ما مناسب، يمكن يكون ما متوافق معك، يمكن يكون عاداته هي ما نفس عادات الأسرة أو كده، لكن هي هتضطر إنها تقبل لأنه شنو؟ مجبرة إنها تقبل، يا إما ضغطة من الأسرة نفسها إنك إنتي دا تقعدي لغاية الآن تسوي شنو؟ إنتي كده كفاية، لمتين هتقعدي تختاري، لمتين هتقعدي تعزلي كده، أو المجتمع برا أو صحباتها نفسهم إنه أي واحدة هي تزوجت كونت أسرة عملت أطفال بقت مشغولة بأطفالها، هي بقت قاعدة وسطهم كل حتى يعني حتى البنات زميلات أو صديقات بيقوم بيسألوها بيقول لها أنت ليه هسه قاعدة؟ خلاص أرضي بأي زول. هل بتشجعوا على انها ترضى بعيسى؟ هل بتتفقي انه كل ما الوحده كبر سنها وهي لسه ما تزوجت بتبدا تقدم تنازلات، يعني سواء ماديه، يعني في الاول بيقول انا عايزه وعايزه 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 والعرس ولا التكاليف اللي كنت بتكلم عنها، شكل البيت شكل الحياه، فكل ما تقدم بتقوم بتبدا تقدم تنازلات، ممكن في الاول تقوم تقول لا انا عايزه مثلا توافق اجتماعي معين، انا عايزه واحد دارس دراسه معينه، بتكون اختياريه اكثر، لكن كل ما كبرت بتبدأ تتنازل أكثر. طيب بالنسبة للتنازلات أصلاً تنازل لتنازل بيختلف أيه. حقيقة يعني هي ممكن تتنازل من الجانب مثلاً المادي إنه التكاليف اللي بقت هسه باهظة، الارتفاع المعدلات بتاعت يعني الاقتصادية إنه انخفاض الدخل عموماً كده، يعني هي ممكن ما تشترط إنه لازم يجيها واحد أو راجل يكون زي مثلاً زوجي صاحبته مثلاً يكون وضعه المادي كويس، ممكن تتنازل حتة زي دي إنه يكون بيقدر شنو يستطيع إنه يفتح بيت ويعيشه يعيش أطفال اللي قدام، لكن ما معناها إنها تتنازل عن بقية مثلاً الحاجات الثانية إنه مثلاً يعني هو مثلاً أخلاقياً يكون عنده إشكالية أخلاقية أو كده تقول لا أنا خلاص أقبل بيه وعشان أنا كبرته، لا ليه؟ لانه انت اللي قدام الحيطه ده حتواجهك مشاكل، انه اللي قدام حتكون عندك اطفال، بعدك حتحصل الخلافات الزوجيه، بعدك حيحصل التفكك الاسري، حترجعي وين؟ حترجعي لنفس البيت اللي جيتي منه، صح؟ وهالمره ده حترجعي بمسؤوليه اكبر، بعد ما كانت مسؤوليتك انت براك حترجعي مسؤوليه بتاعت اطفال. استاذ هدي احنا عاملين هاشتاج كنا على تويتر على موقع التواصل الاجتماعي، سالنا مشاهدينا ومتابعينا سؤال، هل عندنا في السودان نسبة العنوسة أكبر عند الرجال أم النساء؟ الهاشتاج حيطلع معنا على الشاشة. 25% من الناس اللي صوتوا قالوا عند الرجال أكثر، 75% من الناس اللي صوتوا قالوا عند النساء، يعني يمكن ده بيتوافق مع اللي انت كنت بتقوليه قبل انه النسبه اكبر بتاعه العنوسه عند النساء، او يمكن المجتمع ما بينتبه تفتكري يعني هي لانه دي فعلا ممكن تكون نسبه صحيحه، او لانه المجتمع ما بينتبه لعنوسه الرجل، لانه المجتمع عاده ما قاعد ينتبه لعنوسه الرجل. هو ده السبب. أيوة. اكثر ممكن أيوة. ممكن نرجع الاسباب لحته زي دي. طيب احنا وصلنا لاخر فقرتنا، انا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا الليله وعلى المعلومات اللي اديتيها لنا. مشاهدينا العنوسة مصطلح يطلق للتقليل من هذه الظاهرة، بندعو الناس انهم شوية يمكن يخففوا
متطلبات أو تكاليف الزواج، ولكن في النهاية حنرجع ونقول إذا أي سيدة أو فتاة تعدت عمر معين وما تزوجت ما بتقلل منك، ما بتحكم عليك، ما بتنتقص منك أي حاجة. أنت دورك في المجتمع مجرد وجودك فيه هو المعنى بنفسه بدون ما تقدم أي حاجة كمان. حنطلع فاصل وحنرجع. رجعنا لكم تاني مشاهدي صباحات سودانية في صباح يوم الثلاث. سارة، يمكن انت قبل الفاصل كان عندك فقرة لمن يهمه الأمر، وهي فعلا لمن يهمه الأمر شديد، لأنه كان داير حديث في الاستوديو برضو خلف الكواليس في موضوع العنوسة والزواج المتأخر. صحيح، وإحنا في الفاصل كل تيم فريق صباحات كان بيتناقش في الموضوع، أراء كثيرة وأراء متباينة سمعنا. والرأي الأول أول اجتمع على الناس أجمعين يعني إنه غلاء، يعني ظروف الاقتصادية في السودان شوية صعبة، ومصاريف الزواج بقت غالية، يعني تمشي في ناس بيطلبوا مبالغ كبيرة يعني، والناس بقت تقدر توفر الحاجة دي، فدي اللي تخليه خلت نسبة العنوسة عند البنات أو النساء بالذات ترتفع بشكل مخيف حتى في السودان يعني. هي كمان أنا لاحظت لي حاجة يمكن من النقاش اللي كان داير في كواليس وقت الفاصل، إنه الرجال هم المتأزمين أكثر من أيوة من تأخير الزواج يمكن أكثر من البنات، يعني البنات بيحسوا إنه لا هم بيحققوا ذاتهم وهم بيعملوا حاجات لنفسهم وبيدرسوا أكثر بيشتغلوا بيعملوا، لكن الرجال شوية متضايقين من الحتة دي. الناس كلها اشتكت من ارتفاع المهور، المهر بيكون غالي أو تكاليف الزواج أكثر من المهور. يمكن إحنا قبل فترة عرضنا السوداني 24 فيلم اللي هو 12 شهر، كان بيتكلم عن نهاية الفيلم كان في حكمة وحكمة دينية، يعني احنا كلنا بنكون عارفينها، أقلهن مهرا أكثرهن بركة، الحديث الشريف صحيح. فممكن الأهالي كلها أو الناس في المجتمع السوداني كله يتعاونوا إنه خلوا قللوا شوية المصاريف بتاعة الزواج، ما في داعي للبهرجة اللي بتحصل بشكل يعني مبذر. هاشتاجنا مستمر ولسه حنحب نسمع آراءكم فيه، ولو الموضوع كبير هنرجع نناقشه تاني، لكن هسه جه الوقت اللي حنشرب فيه الشاي، والليلة هنشربه مع وئام شوقي. نشوف مشاهدي فقرة معزومين شاي من إزيز كافيه، اللي احنا هنكون من داخل إزيز كافيه ومعاي ضيفة مميزة جدا. قبل ما تخش على الضيفة، من الكتب اللي انا برشحها لكم انكم انتم تقروها في الباقي من اكتوبر او هو في بداية نوفمبر، كتاب الحلاج. الحلاج شهيد التصوف الإسلامي، عنده العديد من الإسهامات في التصوف الإسلامي وفي الاستشراق وفي في عادة القراءة للدين بطريقة جميلة، بطريقة صوفية، الصوفية اللي هي كانت بدايات التدوين الإسلامي. معاي لينا الخانجي، أهلا وسهلا يا لينا. مرحبا بك يا وئام، أشكرك على الاستضافة. طيب يا لينا مهندسة معمارية. نعم. والغريبة الهواية اللي أنت بتعمليها، يعني هل أنت بتطبقي مقولة إنه إحنا بنقرأ الحاجة لكن بنحب حاجة ثانية؟ أنت مصممة أزياء محجبات حاليا في حين أنت مهندسة معمارية. طيب مبدئيا نصحح مفهوم إنه هم في النهاية كلهم عبارة عن حاجة تصميم أو ديزاين، سواء كان architectural design تصميم معماري أو fashion design، اللي هو في النهاية كلهم الكلمة المشتركة اللي هي التصميم. فأنا كزولة زي ناس كتير دخلوا معمار ما كان قدامي خيارات محددة، كنت حابة أخش يعني بنسبتي وجايبة نسبة يعتبر كويسة يعني، وبتدخلني هندسة، فقلت خلاص يعني دي كان كذا حاجة كذا خيار، وخشيت هندسة معمارية. فما أقول لك هي الحاجة اللي كنت بحلم بها من زمان ولا الحاجة اللي كان نفسي فيها يعني. فدخلت هندسة، ولحد تقريبا سنة ثالثة جامعة أنا كل يوم بيكون في
كده محاولة إن أنا أحول من معمار. إخوانا أنا ما دايرة معمار لحد ثالثة تقريبا، يعني ثالثة خفت شديد، لكن تقريبا في أولى وثانية كنت بكون جادة بلف على الأساتذة وبلف على كده بشوف باقي الأقسام فعليا، يعني ما كنت حباها شديد. تاني سبحان الله قمت واصلت فيها يعني، والحمد لله كنت ماشية كويسة، لا ملحقت لأي حاجة، كنت واصلت فيها الحمد لله يعني. لكن بعد يعني دي كده كشنو كمجال دراسي يعني واصلت فيه معمار. تاني لو جينا المجال التصميم، غايته زمان كانوا بيقولوا لي ان انا كنت برسم، فكنت بعمل الحاجات دي يعني دي لمسات كده مختلفه يعني انه من، فسبحان الله كانت جواي الحاجه دي. فبس لما تاني واصلت خشيت القرايه والهندسه والضغط حقتها، فما كنت لاقي الفرصه ان انا اطلع الحاجات الجواي دي. فتاني فلو جينا تاني اكتر دخلنا في موضوع الفاشن او موضوع التصميم بتاع الهدوم، فانا كزولة منقبة وكان عندي تفكير مختلف انه انا ما حابة ان انا اكون زولة تقليدية، يعني زي ما عارفين الجو بتاع السودان والسخانة يعني مفروضة عليك حاجات معينة، انك يعني تلبسي مثلا حاجات بشكل معين، تلبسي اسود تلبسي كده، فانا كنت رافضة الحاجات دي يعني، خصوصا مع جامعة ما حاسة حاجات حتكون عملية يعني. فكنت بعاني لحد ما ألقى حاجة أنا دايراها، كنت بلف أسواق معينة يجيبوا لي من برا لحد ما أنا ألقى الحاجة المريحة بالنسبة لي، اللي هي تلاقي شروطي اللي أنا دايراها وتكون مريحة ومختلفة بالنسبة لي. فبدأت خلال سنين الجامعة دي إن أنا أصمم لنفسي، أمشي أختار الماتيريالز المواد حقتي، أمشي ألف على خياطين يعني إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا مناسبة بالنسبة لي كليلة أنا تريحني. وسبحان الله من الزمن ذاك لقيت يعني ناس كتير بيقول لي إنه حاجاتك ظريفة، إنه بتعملها من وين، بتجيبها من وين، يعني سبحان الله الحاجات دي هي ترسبات، في النهاية زول بياخد قرار بناء على ترسبات معينة بتمر عليه يعني. عبرت كتير. لا لا طيب يا لينا، إنك أنت هسه حكيتي إن أنت كنت كزولة محجبة، كيف كنت تقدري تعملي أزياء خاصة بك أنت؟ طيب انت حاليا بتعملي ازياء بفكره مختلفه تماما، انك بتستوحي زي ما حنشوف بعدين كيف بتستوحي من الوان الطيور الازياء بتاعتك. هل الفكره المختلفه في ازياء المحجبات دي خلت مثلا الفتاه السودانيه مثلا ما محجبه طيب بس برضو بتحب انها تكون بتتابع الفاشن، او المحجبه عايزه تتابع الفاشن، لقيت انه عندها سوق هنا في السودان؟ طيب الحاجة دي ممكن أنا أرجع عليكي حابة إنه أنا ليه أصلاً بديت إنه أنا أستوحي من الطيور. أنا زي ما قلت لك ما بحب إنه الحاجة الأقدمة تكون تقليدية، بحب إنه الحاجة بقدمة يكون عندها كونسبت، عندها فكرة. يمكن الحاجة اللي اقتبستها من معمار اللي هي الواي أوف ثينكينج، طريقة التفكير. فبالنسبة لأي تصميم بنقدمه في المعمار بيكون عنده بتعمل له دراسة كاملة بتاعته اللي هي الكونسبت، حاجة الكونسبتشوال بتاعته، الفكرة حقته. فيمكن الحاجة دي أنا اقتبستها من معمار، يعني أنا أي حاجة بعملها لازم يكون عندها فكرة مختلفة، تمام؟ فدي حاجة ممكن نقول استفدنا منها في معمار، طريقة التفكير. فقلت قبل ما أبدأ الفكرة حقتي إنه أنا أشوف لي حاجة فيها تناسق، أكثر تناسق في الدنيا هو شنو؟ الحاجات الطبيعة، صح؟ اللي هو ربنا خلقها لنا، أكثر تناسق في الدنيا يعني. فكان عندي فتره كده احتكاك بالطيور، جاتني هدايا ايام التخرج، عصافير وكده، فسبحان الله لاحظت سبحان الله التناسق الجميل ده يعني. فقلت ليه ما انه ادخله في الهدوم فعلا، وبدأت من الناحيه دي. وبتذكر كان مشيت كان مع اخوي دي العافيه ان شاء الله، مشينا بدينا، اخذت لي راس مال كده بسيط، قال لي يلا ابدي طوالي، مشينا سبحان الله اشتريت، عملت ثلاثة تصاميم، أول تصاميم عملها. ورجوعا لسؤالك هل وجدت سوق في السودان ولا لا، عملتها وصورتها وكده ونزلتها في صفحتي. أنا الوقت ذاك ما كان عندي بوابة للناس غير صفحتي في الفيسبوك، يعني هي الحاجة اللينك مع الناس. نزلتها وكان في يعني رواج حلو شديد وتعليقات وشيرز وكده، قال لي لينا لا لازم تواصلي وكده، يعني ناس أعجبوا بالفكرة ذاتها، أعجبوا بالبرودكت ذاته، إنه هو حاجة مختلفة وحاجة يعني محتشمة بالنسبة للبنات. أنا كنت سعيدة تماماً بأنه أنا استضيف ضيفة مميزة زي لينا. آخر حاجة بنقولها، الحكم على الناس ما قاعد يكون بأشكالها ولا قاعد يكون باللبس اللي هي بتلبسه، لأنه كل زول بيلبس الحاجة اللي هو مقتنع بها حتى لو هي مختلفة عنك. كنا معاكم إحنا معزومين شاي من جوا إيزيس.
مشاهدينا من معزومين شاي، وصلنا معاكم للفقرة المميزة بتاعت يوم الثلاثاء، المسابقة الفوتوغرافية بالاشتراك مع مجموعة موبايل فوتوغرافي أثر. عايزين نشوف الفيديو أول حاجة يا مازن ونوريه. أيوه بتاع الصور، نشوف إحنا والمشاهدين ونرجع بعد كده نكمل. شوف الفيديو. دي كانت الصور المشاركة من الأسبوع الفات بالمسابقة بتاعت موبايل فوتوغرافر. الليلة الصورة أول ثلاثة مشتركين معنا بثلاثة صور هيكونوا يا سارة. المشترك الأول عثمان يوسف، والمشترك الثاني هيكون معنا منو؟ المشترك الثاني حتكون مشتركة أميرة التجاني. أول مرة تشترك معنا عنصر نسائي. لا لا لا، كان في قبل كده. أيوة كان في قبل كده. المشترك الثالث هيكون معنا تاجوج حمدتو. لسه التصويت مستمر، فاضل ثواني على نهاية التصويت. صوتوا واختاروا أكثر صورة عجبتكم من الثلاثة مشتركين عشان يفوز معنا الليلة في مسابقة موبايل فوتوغرافي. يا ريت لو الكنترول يرجع يخط لنا الصور مع أسامي المشتركين. دي الصورة المشارك بها المشترك الأول عثمان. عثمان يوسف. دي أول صورة له، أخذ 27 لايك يا عثمان. أخذت 27 لايك. الصورة الثانية أميرة التجاني. أخذت 33 لايك. والمشترك الثاني تاجوج حمدتو أخذت 47 لايك. وبكذا نكون وصلنا لنتيجة اليوم من موبايل فوتوغرافر. تاجوج حمدتو هو الفائز معنا اليوم يا سارة. تاجوج اسم بيت. تاجوج؟ أي ما الاثنين؟ ينفع لبيته ولا صح؟ تاجوج اسم بيت. اسم بيت؟ أي غالباً. فتاجوج فازت معنا في مسابقة موبايل فوتوغرافي. ألف مبروك تاجوج. وبعد ثلاثة بعد أسبوعين هتكون النتيجة النهائية، هنختار الفائز خلال الشهر إن شاء الله بعد أسبوعين زي ما عملنا الشهر الفات إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية صباح الثلاث من صباحات سودانية. كان عندنا العديد من الفقرات في لمن يهمه الأمر، اللي أنا الفقرة العاملة الضجة في الاستوديو، الأكثر أنوثة في السودان النساء أو الرجال، وكانت النسبة طبعا للنساء. في كذا رأي تكلمنا عن أكثر المشاكل اللي بتواجه الموظفين والعاملين في مكاتبهم في مناطق عملهم، وتكلمنا عن آلام الظهر وآلام العظام بصورة عامة. وكان مشاركة معنا الزميلة ويام شوقي في معزومين شاي من إيزيس كافيه. فقرة فوتوغرافر وأعلننا الفائز تاجوج. الليلة فازت
معنا في مسابقة التصوير. حلقتنا مشاهدينا وصلت لآخرة لنهاية الحلقة. بكرة يوم جديد من صباحات سودانية، تيم عمل جديد ومواضيع اللي انتم بتحبوها مختلفة ومتنوعة. لحد ما نشوفكم تاني في حفظ الله. تمام الكريم.